طبعاً وصلنا إلى المتحف. أنا هنا تفاجأت، المتحف داخل استاد خليفة الدولي. في المتحف قدرنا نشوف بعض الرياضات اللي كانوا يسووها أيام أول. الأنابيب الزجاجية مضاءة، وفي كل أنبوب أنت بتشوف تمثال أو شعلة للأولمبياد للدولة التي استضافت هذه البطولة. أكثر لاعب لفت نظري محمد علي ونوال المغربية. طبعاً نوال المغربية تعتبر من أول النساء اللي دخلت الأولمبياد. حبيت قصتها، قريت قصتها وكانت جداً ملهمة. عندي سؤال، كيف دخل السيارة؟ أنهينا المتحف عند مجسمات الملاعب في قطر. واو، هذه ملاعب كأس العالم. واو، هذه تشبه الطاقية. لحظة، مو هذا اللي احنا فيها الآن؟ من جد؟ اي، هذا استاد خليفة. واو، شوفي هذه، شو اسمها؟ بيت الشعر. واو. صح؟ واو، شايف هذه؟ ما شاء الله، هذه حلوة مرة، تعجبني. اوه، هذه جميلة. بعد ما خلصنا جولتنا بالمتحف، جاء في بالي اني ادلع خولة واوديها كذا مطعم رومانسي وحلو بعيد عن ضجة العيال. فانا تورطت الحين، شلون اصرف العيال؟ يعني لازم يصير في يوم نصرفهم، بس كيف الخطة؟ وش رايكم تروحون تريحون بالفندق ان شاء الله عشان بكره نكون يعني فل انرجي وكذا؟ حسيت قدرت اشوف ماما وبابا. صدقوا يبوا يصرفونا. يعني شفت إنه كانوا يبغى إحنا نروح، بس خليهم يوم واحد يروحوا أي مكان يبغون.